عظيم ان انا نفسي اغمض عين وافتحها الاقي الامه العربيه دي على قلب راجل واحد. والله ما يقدر علينا حد، والله ما يقدر علينا حد، على من اصغر دوله لاكبر دوله. انا راجل عروبي جدا، انا بحب البلاد العربيه جدا، بحب اشقائي ليا في كل بلد، حبايب واصحاب واخوات. فلما لقيت الانفعاله ده تجاوز فيه بالعبارات، كلمته الاول بشكل ادبي، قلت له يا ابني مفيش حد فينا، وانا برضو بقول لزمايلي كلهم اللي كله على الموسيقيين اللي في العالم اللي قاعدين معانا والمطربين، مفيش حد فينا ما مش في مطار اتعرض للبواخة. انا وحلمي عبد الباقي في نفس المطار اتأخرنا مش عارف 5 ساعات في نفس المطار، قعدنا نهزر السنة اللي فاتت، قعدنا نهزر وعلى قد ما احنا متضايقين وبتاع هزرنا وعملنا واستنينا، وقالوا لا ده التيكت بتاع الاستاذ حلمي اكونمي. عامل ازاي يعني التذاكر معانا بيزنس واحنا هنطلع بيزنس؟ لا والله ده اكونمي. المهم من هنا لهنا عشان نغير، قالك عشان تغير لازم تستاهل من الطياره اللي بعد 5-6 ساعات. قعدنا في نفس المطار اللي بيقول عليه وعدينا الامر عادي جدا، وقلت له طول عمرها بتحصل في المطارات كلها يا ابن الحلال، ما ينفعش بقى ابدا. ايه يا اخوانا ايه اللي حصل؟ طب ايه اللي حصل؟ لا اي حاجه، عايزين نقول لكل مسلمين مصر كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة مولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وانتم منورينا. والذكرى الجميلة دي واختياري لليوم ده النهاردة لأن في ناس كتير جدا. صوت يا جماعة، صوت يا جماعة، لناس كتيرة ما تعرفهاش ان نقابة المهن الموسيقية اتأسست يوم 11/9 سنة 1942 بشكل جمعية أهلية. فاحنا الأيام دي أو من 4 أيام تحديدا كده بيبقى عمر نقابة المهن الموسيقية 80 سنة بالظبط. أسستها سيدة الغناء العربي العظيمة الكبيرة كوكب الشرق أم كلثوم. أسستها ليه يا جماعة؟ وتأسست النقابة ليه؟